بعد لما طلعنا من الاس اند او بي بالبرودكشن بلان اللي هي خطه انتاج الفاميلي او خطه انتاج الجروب، مجموعه الاصناف اللي بتشترك فيه خاصيه واحده وهي ما يسمى بالبرودكشن بلان، احنا قسمنا خطه الانتاج اللي احنا عايزين نشتغل عليها الى جروبز او كاتيجوريز او فاميلي. بننتقل بعد كده الى مرحله اخرى وهي مرحله الماستر سكيدول. في خلال الماستر سكيدول ايه اللي بيحصل؟ بنبدا نعمل عمليات ديس اجريجيشن او عمليات فك للخطه الانتاج اللي كانت نازله لنا من الاس اند او بي في البرودكشن بلان من صورة product group او product family، نحولها into production plan ولكن لما يسمى به الاند ايتم او المنتج النهائي. بنبدا ناخد خطه الانتاج اللي اتعملت على الفاميلي وبنحولها الى خطه انتاج، بدل ما كانت خطه انتاج لمنتجات اجريجيت او منتجات او فاميلي او جروب، بنبدا نحولها الى خطه انتاج للاند ايتم. في خطه الانتاج للاند ايتم عشان ابدا اعملها بمشي على اربع مراحل اساسيه. المرحله الاولى ان انا بعمل ما يسمى بالديس اجريجيشن او فك خطه انتاج الفاميلي انتو اند ايتمز من خلال وجهات نظر السيلز وجهات نظر الماركتنج. كل اداره او كل حد بيحتك مع الماركت او مع الكاستمر بيبقى له توقعات ان كل اند ايتم هيبقى له حجم ديماند بشكل معين وهيتوزع على مدار الكوارتر بشكل معين. اذا كل اند ايتم تحت الجروب او تحت الفاميلي، السيلز او الماركتنج بيبدا يحدد المستهدف المبدئي منه في خلال الفتره دي عامل ازاي. بعد كده بخش للمرحله الثانيه في مرحله الماستر سكيدول وهي ما تسمى ب الاجريجيشن. انا ببدأ اجمع الاند ايتمز المتوقعة او خطة انتاج المستهدفة من خلال فريق البيع او فريق التسويق، بجمعها مع بعض عشان اقدر اشوف الخطة المجمعة النهائية متوقع ان هي تكون عاملة ازاي لكل برودكت جروب. على هذا الاساس ببدأ اطبق الخطوة الثالثة وهي ما تسمى به تطبيق الريسورس بلانينج او تطبيق اقدر احدد بالظبط ايه هي الريسورسز المطلوبه عشان اقدر انتج كل اند ايتم من الاند ايتمز المطلوبين في خطه المبيعات. وعلى هذا الاساس بيبدا يظهر لي جابز بتوين الريسورس المطلوبه للتنفيذ والريسورس الحاليه المتاحه. ببدا اعمل ريسولف للجاب او ببدا اعمل ريسولف للديفرنس ما بين الريسورس المتاحه وخطه الانتاج المستهدفه من خلال اما ان انا ازود الريسورسز او في بعض الاوقات ابدا اقلل خطط الانتاج المطلوبه لكل اند ايتم. طبعا عشان اعمل الكلام ده انا بحتاج ان انا يبقى عندي اكيوميليشن بشكل كبير للداتا اللي ليها علاقه بالفوركاستنج، محتاج يبقى عندي داتا كتير ليها علاقه بالريسورسز المطلوبه لكل اند ايتم. انا كده عملت ايه؟ انا كده انتقلت من تحويل خطه انتاج الفاميلي اللي كانت جايه في البرودكشن بلان، عملت اجراءات تسمى الماستر سكادولينج، ومن خلال الماستر سكادولينج طلعت باوتبوت جديد وهو ما يسمى بالماستر برودكشن سكادول او خطه انتاج الاند ايتم. حولت فيها من خلالها خطه انتاج الجروب من خلال اجراءات عملتها على مدار اربع مراحل. المرحله الاولى عمليات الديس اجريجيشن، فك البلان الفاميلي انتو بلان لكل اند ايتم على حده. الجزئيه الثانيه عملت اجريجيشن مره ثانيه عشان اقدر اشوف الريسورسز المطلوبه هتكون عامله ازاي، وفي المرحله الرابعه بدات اشوف ايه هي الريسورسز او ايه هي الجاب اللي ما بين الريسورسز المطلوبه والريسورسز الحقيقيه المتوفره عندي. انا كده عملت ايه؟ كده عملت ما يسمى بالماستر سكادول. طلعت منه بايه؟ طلعت منه ما يسمى به الام بي اس او الماستر برودكشن سكادول اللي هي خطه الانتاج الفعليه لكل اند ايتم على حده. وبدل ما كانت خطه الانتاج بتاعه البرودكشن بلان الخاصه بالفاميلي كانت متقسمه مونثلي بيزز، دي خطه شهريه بتتعمل للمنتجات از توتال، حولت الخطه الشهريه الى خطه اسبوعيه لكل اند ايتم على حده. ده كان باختصار شديد مفهوم فكره الماستر سكادول والماستر برودكشن سكادول وهي خطه انتاج الاند ايتم.